Our next speaker is Dr. Salman Al Ansari from Saudi Arabia. Please give a warm welcome to Dr. Al Ansari. المتحدث الآخر من السيد من السعودية من المملكة العربية السعودية. سلام برمر دومة إيران. درود برشومة إي قهرمانان إيران. السيدة الفاضلة مريم رجوي، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني ومنذ أن تشرفت بالمشاركة في مؤتمركم بباريس العام الماضي وما أعقبه من الكشف عن تورط نظام خامنئي البائد في محاولة اغتيال المشاركين فيه، بل وتفجير مقر انعقاده على مرأى ومسمع من العالم، وأنا على يقين تام أن هذا النظام إنما هو في مراحل سقوطه الأخيرة، وكأننا الآن نرى السيدة مريم رجوي وهي تحتفل وسط شعبها في طهران بالانتصار على ظلم الملالي وقهرهم وطغيانهم. أيها الإخوة الحضور، إنني أقول للطغاة في طهران وأنا على يقين أنهم يستمعون إلينا الآن، إن يومكم هذا ليس مثل أمسكم، وستذوقون من نفس الكأس الذي سقيتموه لشعب إيران العظيم. وسأقولها وبكل ثقة، باياني ولاية فقيه هتميست. بحول الله وقوته وبجهود أمثالكم سوف يسقط النظام. إن صوت شعب إيران الحر وبكل أطيافه وعرقياته لا يمكن إسكاته. شعب إيران هو الأكثر تضرراً من الملالي، وقائمة المتضررين من هذا النظام الشيطاني تعدت كل الحدود. فقد اعتدى الملالي بإرهابهم ومرتزقتهم على العراق وسوريا ولبنان واليمن والسعودية والبحرين والإمارات ونيجيريا وفرنسا وأمريكا والأرجنتين وغيرها من دول العالم، ودعمت أكثر الجماعات إرهاباً بالمال والسلاح والمأوى كالقاعدة وتنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وحزب الله والحوثي والعشرات من الميليشيات المسلحة وعشرات الآلاف من المرتزقة والخلايا النائمة في معظم دول العالم. الإخوة الكرام، سأقول لكم بكل وضوح كمواطن سعودي محب وعاشق لوطنه وعربي فخور بعروبته ومسلم عزيز بدينه، سأقول لكم عبارة تنبع من قلب كل محب لكم ولنضالكم من ظلم الملالي. سأقول لكم هذه العبارة ولأول مرة ولن تكون الأخيرة. موهامي أشرفي هاستيم.
رسالتي إلى الجبان والفاسد خامنئي. نحن قادرون على قطع أياديكم وتدمير أدواتكم، لكنكم بكل خسة ووضاعة ودناءة تختبئون خلف الشعوب ووسطهم حتى يدفع هؤلاء الأبرياء ثمن جرائمكم. لكننا كأهل حرب وسلام نعرف ألاعيبكم، ونعلم تماماً كيف ومتى وأين سيتم التعامل معكم. في الختام، إلى أنصار الشعب الإيراني العظيم، آخندها سار نيقول وإيران آزاد مشاوات. خدا باش ماست.